أهلا وسهلا. يتجه النفط لتسجيل ارتفاعات الأسبوع الثاني على التوالي بدعم من توقعات الطلب في الصين ومخاوف الإمدادات بسبب تجديد العقوبات على تدفقات الخام الروسي، بينما المؤشرات الأمريكية بتتجه لإغلاق أسبوعي سلبي بسبب أرباح الشركات والبيانات الاقتصادية السلبية من مبيعات التجزئة أو مؤشر المنتجين في أمريكا، واللي دفعت لتوقع تباطؤ اقتصادي والتوقعات لتخفيف حدة وتيرة رفع أسعار الفائدة من الفيدرال الأمريكي. بينما سجل الين تقلبات سعرية قوية هي الأكبر في يوم تداول واحد من عام 2008 وسط عدم تعديل بنك اليابان لسياسته النقدية، بينما ارتفع التضخم في اليابان ل 4% كأعلى مستوى من عام 1991، وكان التضخم قد تباطأ في كندا إلى أدنى مستوى من فبراير 2022 عند 6.3%، بريطانيا ل 10.5%، واستقر في أوروبا عند 9.2%، بينما يتداول الذهب على أعلى مستوى له منذ أبريل 2022. نحتاج هلأ متابعة بعض البيانات الاقتصادية المهمة في جلسة الأسبوع القادم. من أستراليا، في الوقت اللي بتباطأ فيه التضخم في الاقتصادات الكبرى قد يرتفع التضخم في أستراليا من 7.3% ل 7.5%. ومن كندا سيعلن بنك كندا عن قرار الفائدة قد يتجه لرفع الفائدة للاجتماع الثامن على التوالي بمقدار 25 نقطة أساس. أما من الولايات المتحدة الأمريكية فسيحتاج المستثمرين متابعة قراءة الناتج المحلي الإجمالي لمعرفة صحة الاقتصاد الأمريكي وكيفية التعامل مع احتمالية الدخول في الركود. أما القراءة الأهم هي مؤشر الإنفاق الشخصي واللي بيتبعه الفيدرالي للوقوف على حالة التضخم. نبدأ النظرة الفنية جلسة الأسبوع القادم مع الذهب، فبيتداول الذهب عند أعلى مستوياته منذ أبريل 2022، أعلى مستويات النفسية 1900، لكن شكل الذهب انحراف سلبي لو لاحظنا على فريم الأربع ساعات أدنى مستويات المقاومة السعرية 1958، واللي ممكن تدفع الذهب لتشكيل ميل تصحيحي نحو مستويات 1900-1896، بينما اختراق المقاومة السعرية 1958 ممكن يفتح المجال لمزيد من الارتفاعات نحو مستويات 1977. بينما مع اليورو فبيتداول اليورو عند أعلى مستوياته منذ أبريل 2022، أدنى مستويات المقاومة السعرية 10865-10940، حيث أن ثبات تداولات أدناها ممكن يفتح الباب لتسجيل انخفاض نحو مستويات 10710 ثم 10600، بينما اختراق مستويات 10940 ممكن يدفع اليورو لتسجيل ارتفاع نحو مستويات 10900 ثم دولار 10 سنت. ننتقل إلى الباوند. بيتداول الباوند داخل القناة السعرية الصاعدة، فثبات التداول أدنى مستويات المقاومة السعرية 1.2450 واللي ممكن يدفع الكابل لتشكيل انخفاضات لمستويات الحد السفلي للقناة الصاعدة عند أسعار 21.50. كسر هذا القناة ممكن يعطي المزيد من الزخم الهبوطي. ننتقل إلى الداو جونز. الزخم الهبوطي زي ما نحن ملاحظين في الفترة الأخيرة مسيطر على تداولات المؤشر، فكسر مستويات الدعم السعري 32475 ممكن يفتح المجال لتسجيل المزيد من الانخفاضات نحو مستويات 32200 ثم 31400، فكسر مستويات الدعم شرط أساسي لإمكانية الانخفاضات. بينما S&P 500 ارتد من المقاومة السعرية المتحركة حول الأسعار 4000 واللي ممكن تعطي زخم هبوطي نحو مستويات 38015 ثم 36900، طبعا بشرط استمرارية التداول أسفل 4000 وثباتها سعريا. نختتم مع خام غرب تكساس النفط، فالنفط بيتداول أعلى المستويات الدعم السعري 78 دولار، الارتفاعات نحو مستويات 83.50 ثم 86 دولار ثم 89 دولار 89.70 اللي هي فيبوناتشي 38.2 للموجة الهابطة الأخيرة واردة مع ثبات الدعم السعري طبعا وعدم كسره. بالتوفيق للجميع.